اهلا بحضراتكم، رايتم الاحداث؟ واحد بقى طبعا انا عارف هيقول لك اصل الشعب سرق المستشفيات. ايوه يا سيدي سرق، طب وهنعمل ايه؟ في 3 4 سرقوا وفي ملايين عايزه تتعالج. منى صحفيه زميله في جريده التحرير، اهلا بيك، والموقع طبعا وكله طيب كويس. منى سليم لها تجربه خاصه عايزينها في دقائق حاسمه كده، يعني طلقات طيب على طريقه عمنا مفيد فوزي. تك 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 تك. القصة ان انا دخلت مستشفى كبيرة جدا، تأمين صحي مجاني للأطفال، ثم فوجئت انه مستشفى دون غرفة عمليات. فايه معنى مستشفى من غير غرفة عمليات بالشكل ده ومستشفى مركزي على مستوى الجمهورية؟ انا الحقيقة ما اعرفش، انا ما روحتش بصفتي صحفية الحقيقة. ده اللي بيعالج اطفال مدارس؟ اطفال المدارس؟ لا، هو كان الاول تأمين الصحة على الاطفال، وبعدين تم مده لكل الاطفال، مظلة بتاعته يعني تشمل كل الاطفال. حصل مدوه للاقل مش عارف اللي بعد 6 سنين حاجه زي كده. تمام. انا رحت مش بصفه صحفيه، انا رايحه مع بنوته عندها مشكله في العمود الفقري، ودخلنا وكشفنا وخلاص عايزين بقى نعمل العمليه، انحناء في العمود الفقري. واحنا رايحين المستشفى دي بالذات لانها فيها يعني حاجه نادره جدا، وحده خاصه جدا بتعمل عمليات شديده النوعيه في العمود الفقري، انحناء واورام وتشوهات دقيقة جدا، يعني وحده هي انجاز في حد ذاتها. طيب هنعمل العمليه امتى؟ بعد 3 سنين. ليه؟ اصل هي ويتنج ليست، قائمه انتظار رقم 157، وقط العمليات مقفوله. احنا بنشحت اوضه عمليات كل اسبوع في مستشفى بعلاقات، فنعمل عمليه بره، فهي لغايه ما يجي بقى ميعادها قدامها 3 سنين. طب ليه ما بيعملوش اوضه عمليه؟ انا قلت لهم ايه الوضع، قالوا لي اصل في تايه تحت التجديد. قلت لهم طيب هتقعد تحت التجديد 3 سنين. انا طلعت للمدير، هم حاسبينها 3 سنين بحسب الصحفيه بقى طلعت تشوف ايه الحكايه. طبعا انا دخلت كويس. في غيري يخاف يطلع الدور بتاع طب المدير. حطوا الصور ومنى بتحكي كده. انا طلعت للمدير، اتكلمت يعني بمنتهى حسن النيه، في انتوا بتجددوا اوضه العمليات بس قفلتوها يعني خالص، هي كانت من لا تصلح تماما، وقفلت اوضه عمليات ولسه هتعملوا بقى تجديدات وهتاخد قد ايه؟ طب ليه دي اتقفلت؟ كنت سبتوها شغاله مثلا كويس. ده نسمعه وعملتوا حاجه جديده. قال لي لا اصل احنا عايزين نعمل حاجه على مستوى معين، مواصفات خاصه جدا. طب يا فندم ده ياخد قد ايه؟ من 8 شهور لسنه. طب هي بقى لها مقفوله قد ايه؟ يعني بقى لها فتره لكن شغالين على قدم وساق. قلت له انا مش هفتي في يعني فيما ليس لي فيه، لكن معلوماتي البسيطه ان اي مستشفى كبيره زي ديت بتقفل اوضه العمليات لاي ظرف سواء طارئ او غير طارئ. بيحدث ان هي تعقيم، تجديد، تطوير، بالظبط، بيبقى يا اما بيسيبوا دي ويعملوا حاجه جديده، يا اما بيجهزوا حاجه يعني تقضي الغرض لغايه ما تجهز دي. قال لي لا اصل احنا عشان امانه وعشان لازم تبقى على مستوى محدد. قلت له طيب يعني يعني نشوف ممكن نعمل ايه. قالوا احنا مش هنعرف نعمل واسطه. قلت لهم انا مش طالبه واسطه، انا عايز اعرف بس البنت ممكن تعمل العمليه بعد قد ايه. قالوا لي ما احنا ما نقدرش ناخد حتى من مقاول المواعيد. ليه يا فندم؟ نقدرش ناخد من مقاول المواعيد. ليه يا فندم؟ في مشكله. طب قلت له طب انا عايز اساعد حضرتك، خليني انا صحفيه اساعدك. نتكلم على اعتماد مالي، اكيد عندك مشكله. نتكلم على الميزانيه، نطلب من الوزير يحرك الدنيا شويه، من رئيس هيئه التامين الصحي. لا 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 لا، كل حاجه زي الفل، بس ده احنا ما نقدرش نعمل اكتر من كده. قلت له طب والمرضى؟ قال لي مالهم، هم هينتظروا وبعد كده يلاقوا اوضه عمليات زي الفل. انا بعدها مشيت اسبوع، رجعت. لا ويكون خلصنا من شويه منهم، يكون راحوا القرافه يبقى كويس. بالظبط. انا مشيت اسبوع زي كل يعني اهل مريض بيدوروا على حل تاني، لان هو استحاله يقعد يستنى. رجعت قررت دخلت، قلت انا عايز اشوف اوضه العمليات دي فين وبيحصل فيها ايه. اول ما دخلت المستشفى لقيت عمال جداد شغالين عاملين يعملوا في دهانات على الحيطان بره. قلت لهم هو انتوا جايين عشان اوضه العمليات؟ قالوا لي لا لا، احنا جايين بس بندهن واجهه المستشفى، واجهه مبنى العيادات الخارجيه تحديدا. طيب دخلت نفدت طلعت على اوضه المبنى الرئيسي اوضه العمليات. مبنى كامل. صحفيين دول على الطريق. مبنى كامل، قصدي دور كامل، عباره عن حضرتك هتشوف الصور رتش. علينا بالصور يا اخواتي. طوب، خشب، رمل. دي طب استني يا منى لما نشوف الصور. انا مش شايفهم في الشاشه دي. ده جابوا لي شاشه جديده والله. كويس. كويس. دي غرفه العمليات؟ ديت الدور بتاع غرفه العمليات. ده اللي بيشتغلوا فيه؟ ده المفروض بيشتغلوا فيه. ناس جوه المستشفى عاملين. الشغل نفسه واقف يا فندم. واقف. الشغل بدا من شهرين، جه المقاول حط الحاجات دي، شال نزل شويه حاجات وبتاع وخلاص، ولغايه دلوقتي الشغل واقف. انا طلعت تاني اتقفشت. انت ليه ما قلتيش اسم المستشفى؟ مش ديش مستشفى تامين صحي؟ مستشفى اطفال مصر. انا ما قلتش للاسف، انا افتكرت احنا قلنا مستشفى اطفال مصر. مستشفى اطفال مصر السيده زينب. في السيده زينب؟ مستشفى كبيره.
يعني بدري ولا ايه؟ لا يعني في الجنب التاني من ابو يعني من بعد ابو ريش في كوبري ابو ريش اه في كوبري. جنب مستشفى الطلبه اه فانا طلعت يعني اتقفشت الحقيقه وانا بصور بقت دي الازمه ان انا صورته. فانا قلت لا ده انا مش بس صورت انا هعرض ده. قلت لهم انا هطلع للمدير. طلعت للمدير تاني طبعا بصحبه الامن يعني قلت له حضرتك احنا لازم هنعرض الكلام ده الشغل نفسه واقف مفيش اي حاجه تقول ان اوضه العمليات دي هتشتغل. راح قلت له بعيني يا فندم انا تواصلت مع دكاتره كتير عندك اقسام واتقال لي ان كانت اوضه العمليات على الاقل كانت شغاله يعني احنا يعني كانت فيها عمليات مستمره انها تقف فجاه عشان هتعمل حاجه على اعلى مستوى ده مش مبرر ده معناه ان في مستشفى هتقعد فتره كبيره على الاقل سنه دون غرفه عمليات مش تحت يعني مش قصه انها بتتجدد هي القصه ان في سنه مفيش عمليه بتحصل. حضرتك قلت لي يعني مدير المستشفى قال لك ايه؟ المستشفى قال لي ايه؟ قال لي نصا مع احترامي لكل اللي انت اتكلمتي معاهم دي كلهم ناس كلامهم في البلاله. كويس. قلت له طب حضرتك تحب انت ترد عشان يعني الناس اللي في البلاله دي انا هحاول اوصل كلامهم للاعلام. طيب خلاص هم في البلاله مش مشكله هو بقى كلام ملوش دعوه بالبلاله. قال لك ايه؟ قال لي لا طبعا لازم تبقى على احدث مستوى وبعد كده ما قلناش حاجه ده كويس الناس تنتظر واحنا يعني بنحاول نوفر لهم ان احنا نعمل عمليه في كل قسم يعني عمليه كده في كل مستشفى جنبنا كده كل اسبوع. انا عايز اقول لحضرتك عشان طلبت مني ان انا يعني اوجز في الكلام شويه معلومات عن المستشفى اللي انا كنت فيها. انا قعدت اسرش عنها واقرا مستشفى اطفال مصر. دي مستشفى في 2010 كان جنان الاهرام عامل عنها تحقيق بيتكلم عن الانجاز الكبير اللي عندنا بيقول مستشفى تداوي جراح قلوب تداوي جراح القلوب بريئه بقى وكل حلو قوي. بتتكلم بقى ان احنا عندنا هي طبعا انا نسيت دي معلومه مهمه هي المستشفى ثلاث مباني مبنى عيادات خارجيه المبنى الرئيسي اللي فيه غرفه العمليات اللي انا بتكلم عنها ومبنى الخاص مستقل لعمليات القلب المفتوح بالمناسبه ده شغال لان هو ليه اداره منفصله. طب كويس تمام. المستشفى اشكرك على يعني اثبات ايجابيه طبعا المستشفى كويس. دي طبعا هي في حد ذاتها كانت يعني بتعمل هي بتقدم خدمه رهيبه وقويه وعشان كده انها تقف ان شاء الله اليوم ازمه كبيره يا فندم. المشكله مش انها مستشفى وحشه المشكله انها تقف. مستشفى بتعامل 60% من حالات جراحات القلب للاطفال كويس. مستشفى فيها 40 حضانه للاطفال وحضانات خاصه للاطفال المبتسمين. مستشفى فيها زي ما قلت لحضرتك وحده خاصه للعمود الفقري كويس. مستشفى فيها قسم كامل خاص بامراض الدم وبتعالج حالات خاصه شغال. جدا بس لا ده مش بس في حالات اللي كلها علاقه الصحفيين مش كلهم بقى يعني هي بتثبت حاجات يعني جيده في المستشفى بس انا عايز اقول لحضرتك ان وحده الدم لا فيها مشكلات حقيقيه لمرضى الهيموفوليا مثلا. المرضى الهيموفيليا بيقال يعني هو المفروض المستشفى ديت بتقدم لهم هم خدمه خاصه ان هي بتقدم لهم نقل دم سريع لان هم طبعا بيحصل نزيف اللي هو المرضى اللي بيجي لهم نزيف مفاجئ. المستشفى اتطردت قبل كده اتعمل محضر من 10 مرضى كل ما يروحوا يتم طردهم. ليه؟ بيتقال لهم انتوا بتيجوا بتسحبوا كل اكياس الدم الموجوده في المستشفى ويا ريت لو يعني يا ابني يعني بيشربوه؟ لا هم محتاجين يمكن بيسكروا بيه بقى ولا حاجه. يعني ايه بيسحبوا الدم اللي في المستشفى؟ مش مرضى؟ مرضى طبعا اطردوا دول موجودين موجودين يعني وممكن طبعا خلي كمان يعني ارجوك تجيب لنا اساميهم عشان نشوف بس ظروف الطرد لها ربما يكون في اسباب في حاجه أخرى. طبعا اكيد بس انا عايز اقول لحضرتك ان يعني حتى قسم نقل الدم ده لما يكون في عمليات خاصه بالنخاع متوقفه عمليات خاصه بامراض الدم كل ده عشان الاوضه عشان الدور بتاع العمليات اللي الدكتور ما قدرش يقول لك هتخلص امتى. لا قال لي احنا منتظرين المقاول. طيب احنا عشان ما نبقاش ناس وحشين ولو ان احنا وحشين طبعا انما ايه عشان ما نبقاش كده هنحاول نمثل يعني فبنقول للسيد مدير المستشفى نرجوك تعلن باي وسيله تعجبك في اي مكان يعجبك متى تنتهي اجراءات غرفه العمليات وتجديد اوضه العمليات وهل يمكن ان احنا نشوف في مستشفى اخرى. انت بتروح اظن مستشفى المقطع حسب ما سمعت تستلف الاوضه هل ممكن نعمل اوضه سريعه لعمليات مقبوله عجزه يعني ننظر في هذا الملف. انا استطيع حضرتك بس في كلمه صغيره خالص في 2013 جريده الوطن زمان عملوا تحقيق عن المستشفى دي وقالوا انها بدات مرحله الانحدار وقالوا ان ثلاث اسباب هم السبب. ايه بقى؟ الاهمال الروتين اهدار المال العام اعتمدوا على تقرير. لا ما هو الاهمال والروتين اهدروا المال العام طبعا. اعتمدوا بالظبط بقى على تقرير المركزي للمحاسبات في 2013 عن المستشفى دي بيقول ايه. اولا هو جايب اسباب فنيه لم يذكر فيها اطلاقا ان اوضه العمليات يعني قايله للسقوط يعني احنا معهد القومي للاورام قايل للسقوط وكان شغال. الجهاز قال ايه؟ الجهاز المركزي قال واحد عدم كفايه اطباء الطوارئ
الاثنين قلة أفراد الخدمات المعاونة مما يتسبب في تأجيل إجراء العمليات. قال وجود أجهزة طبية لا وجود دورين فيهم مخازن غرف مخازن فيهم أجهزة طبية لا يتم استخدامها تكلفة أو يعني بتساوي تقريبا ما يعادل 3.4 مليون جنيه. وجود رواكد قيمتها 1,000,000 جنيه. وجود إيه؟ رواكد. رواكد يعني في دور كامل مخزن في حاجات غير مستخدمة قيمتها 4,000,000 جنيه، بدل ما ده يتفتح ويتعمل فيه أوضة عمليات بديلة أو يتساب القديمة ويتعمل واحدة جديدة، احنا سايبين مخازن فيها 4,000,000 جنيه مش مستخدمين وقفلنا أوضة العمليات. مستشفى أطفال مصر يحدث فيها أشياء طيبة وأشياء ليست كذلك، والأمر لكم وإن كان الأمر طبعا قطعا الأمر كله لله. شكرا شكرا جزيلا منى سليم زميلتنا في جريدة التحرير، حكت حكاية لكنها ليست مجرد حكاية، مش بنحكي حدوتة، بنحكي ألم وجع للناس. صباح الخير.